معاكم عيد عبد الهادي مستشارك العقاري صاحب شركة إيديكو للعقارات. الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصانع والحزم لها. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب. إيديكو للعقارات أفضل الاختيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تحيا مصر، واللي بنستعرض فيه أهم الشخصيات في مجال الفن والسياسة والاقتصاد والأدب والنشاط العقاري. النهاردة بنستكمل حلقاتنا بعنوان مستشارك العقاري مع المهندس عيد عبد الهادي مستشارك العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة إيديكو للعقارات بمدينة 6 أكتوبر. شرفتنا يا باشمهندس. اهلا وسهلا بك يا استاذ. اهلا وسهلا يا باشمهندس. كنا عايزين نتكلم النهارده عن حي ابطاون في مدينه اكتوبر الجديده. تمام. نبذه كده عن حي اكتوبر، حي ابطاون في مدينه اكتوبر الجديده، اهم الانشطه اللي فيها، الملامح الحضاريه، كنا نتكلم برضو عن خطه الاستراتيجيه اللي فيه. تمام. هو طبعا منطقه اكتوبر الجديده دي منطقه انشئت ان شاء الله 2018. تمام. بس في اعمار فيها بطريقه سريعه، المحاور اتعملت انجاز يعني، وحي أبطاون بدأوا فيه المرافق، المرافق شبه انتهوا من حوالي 70-80%، فاضل أعمدة الكهرباء. تمام. هتركب وبعد كده يبدأوا يرصفوا الشوارع والمية موجودة وكل حاجة. تمام. أولا حي أبطاون ده عبارة عن 7000 قطعة. 7000 قطعة. متخطط بتخطيط عالي جدا، هي منطقة أكثر تميز. تمام. منطقة فيلر. طبعا احنا لما بنيجي يعني نصنف المناطق المميزة، فعندنا مثلا اللي هي غرب سميت دي قدام نادي جهاز 6 اكتوبر، دي الوحيدة 40%. تمام. المباني طبعا لما نيجي نقول 38% هتبقى اقل في المساحة المباني، فالزرع والمساحات الفاضية هتبقى اكبر من المباني، فهتبقى يعني حاجة منظمة، شوارعها كبيرة، المحاور الرئيسية بتاعتها معمولة. طب قربها من موضوع المترو اللي هو المونوريل الجديد ده، القطار المكهرب، هو عامة الشغل يعني شغالين فيه بالظبط، هي جنبيها. احنا دلوقتي هنشرح في خريطة. تمام. احنا جايبين خريطة في فيديو للمنطقة. هنشرح بالظبط هي. حضرتك الفيديو هو، اتفضل حضرتك. تمام. طبعا القطر الطاير والمترو هو يعني بالظبط على حدودها. احنا شايفين معانا الصوره اهي. تمام. ده هيترى القطار السريع وده ده الفيديو حضرتك لو كده تشرحه لنا اهو معاك يا باشمهندس. تمام تمام. هو طبعا الفيديو ده الفيديو ده بيوضح المجاري، احنا مصورينه على ارض الواقع. تمام. طبعا هي دي مدينه ابطاون. دي ابطاون. طبعا هي المجاري موجوده، والصرف والميه ركبت، والاستلام المنطقه استلمت، وهتبدا فيها التراخيص. تمام. طبعا ده حضرتك طبعا داخل ارض الواقع على في على الواقع. ده ارض الواقع. طب تمام. وفي برضو حدودها بالنسبه لاكتوبر، هي اول حاجه جنب اكتوبر القديمه. تمام. طب دي خريطه يا باشمهندس لحي أبطاون، اشرح لنا كده بعد اذنك. هو طبعا احنا هنا كده القطر الطائر مونوريل والمترو. تمام. بعد كده المنطقه دي كده بعديها بحوالي كيلو بالظبط منطقه المصانع. تمام. في محور قول لنا واحد ايه واثنين ايه وسبعه ايه واربعه ايه اللي هو. تمام. المناطق الموجوده اوضح لحضرتك، هو الطرق هيجي يعني من ناحيه الحصري في. تمام. ميدان مجدة. تمام. ده اسمه محور مجدة، اخره أبطاون، حتى. تمام. انا في فيديو من الفيديوهات سميته محور أبطاون. بالظبط الرحله من عند الحصري لغايه أبطاون، طريق مجدة اللي بيتعمل خلال الشهرين ثلاثة اللي جايين يشتغل. تمام. بالظبط 5 دقائق. منطقة صناعية، بعد المنطقة الصناعية الحزام الأخضر، وبعد كده تبدأ إيه أبطاون. طبعا أول مجاورة من ناحية أكتوبر المجاورة 7 و6. تمام. طبعا دي هتبقى يعني مشروعات جنبيها، وفي بقى لغاية هنا كده الناحية دي في المطار. تمام. مطار أكتوبر أساسا يعني دخلتها من أمام مطار أكتوبر
بتيجي طبعا عندك بقى المجاورة الرابعة والمجاورة الخامسة والمجاورة الثانية المجاورة الأولى. في دي طرق رئيسية شوارع حوالي 60 متر. ده حي متميز ده يا قوي باشمهندس، يعني بسم الله ما شاء الله حي متميز داخل المدينة، بسم الله ما شاء الله يعني متقسم تقسيمة كويسة جدا، واضح ان الحدود بتاعته هتبقى لها أهمية استراتيجية. هو طبعا حضرتك الحي ده كان 2018 استلم 2018 علشان يبقى في الانجاز ده، تخش له المرافق بالسرعه دي ب 7000 قطعه، ده انجاز. تمام تمام، اتفضل يا باشمهندس. طيب تمام يا باشمهندس، كنا بنتكلم عن اهم الاراضي اللي فيه، يعني مثلا عند حضرتك خلفيه مثلا في كم قطعه ارض موجوده داخل حي ابطاون؟ هو طبعا الحي 7000 قطعه. تمام. المباني 38%، طبعا ده تمام. بيدي فخامه في وزرع كتير حوالين يعني وتعمل حمام سباحه، يعني تمام. حاجه كويسه جدا. بدروم وارض ودورين. تمام. ولو عاوز تزود، هو في بعض السكان بيشكروا فيه يعني في حي ابطاون، حتى معنا مداخلات ليهم ان شاء الله يكون معنا في الحلقه مداخلات ليهم، بيشكروا في حي ابطاون وفي الاجراءات اللي فيه، الانشطه، منطقه الامان في تملك الاراضي. كنا عايزين نتكلم عن منطقه الامان في تملك الاراضي في المنطقه دي. طبعا هو تابع لجهاز مدينه 6 اكتوبر. تمام. احنا كل شغلنا في الجهاز، ابطاون تابع لجهاز مدينه 6 اكتوبر، وبتقدر دي تخصيص، تقدر تعمل تنازل في نفس الوقت. تمام. يعني كل الاراضي اللي موجوده في اكتوبر لازم تبني بدروم وارضي والشطب خارجي علشان تقدر تنقل باسمك. تمام. يعني الارض دلوقتي باسم انا، اعمل لك توكيل وتقعد بتوكيل على طول، لا دي تقدر تنقلها باسمك، باسمك عشان تخصيص. بس يعني انا شايف ان ابطاون دي هتكون لها نشاط مستقبلي كويس جدا في القطاع العقاري، والناس اللي عايزه تسكن فيها يعني هيبقى في نشاط، مثلا تقاطع عده محافظات، بالاضافه لقطار المونوريل والقطار المكهرب، بالاضافه لكده قريبه برضو من الدائري، يعني عايزين برضو ناخد نبذه كده عن نشاطها المستقبلي. بص بالنسبه لحدودها والطرق بتاعتها، احنا كان في فيديو اللي قبل الحلقه اللي فاتت دي، احنا عرضنا الطرق في اكتوبر الجديده. تمام. يحطها من الناحيه الثانيه، يعني احنا دلوقتي في دائري اكتوبر اللي هو اتعمل دلوقتي اللي بين اكتوبر الجديده واكتوبر القديمه اللي منطقه المصانع. تمام. الاوسطي ده يعتبر اخر اكتوبر واول ايه اكتوبر الجديده. تمام. في محور تاني الاقليمي بعد المطار. طب ده طبعا بيوصلك في كل مكان، بيوصلك للطرق كلها، الطرق الرئيسيه اتعملت واشتغلت. تمام تمام. طب كنا بنتكلم عن بالنسبه لحي ابطاون، كنا بنتكلم يعني سمعنا هيبقى في تشجير حوالين الحي. طبعا خطه التشجير، كنا هنتكلم عن خطه التشجير. هو طبعا الملاك بيتحدوا مع بعض وبيعملوا سور شجر متلاصق وبوابات كامباوند، لان برضو المنطقه دي اكثر تميز. تمام. واللي بيسكنوها ناس راقيه جدا جدا، وعاوزين يعمل يعني هيبقى اعلى مستوى يعتبر في 6 اكتوبر. طب مخطط تستوعب قد ايه يا باشمهندس؟ يعني مثلا حي ابطاون ده مخطط تستوعب كم فرد وكم شقه؟ ما هو بدروم وارضي ودورين، الدور على شقتين. ست شقق. كم قطعه ارض ممكن كده يشملها الحي مثلا لو الناس هتشتري، كم قطعه ارض فيه وكم لا شقة؟ هو طبعا موضوع الحي خلاص هو متحدد، هو 7000 قطعه. 7000 قطعه اللي هي المجاورات اللي انا اللي هي المجاورات الخريطه اللي انا وريتها لحضرتك دي بالظبط 7000. معانا مداخله هاتفيه من الدكتور احمد سامي احد ملاك حي ابطاون، منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. كنا عايزين من حضرتك كده تشرح لنا المشاهدين ايه مميزات حي ابطاون والانشطه الاستثماريه اللي فيه. تمام. هو حي ابطاون طبعا ضمن مدينه اكتوبر الجديده. تمام. اللي صدر ليها قرار جمهوري 77 لسنه 2017. تمام. وهو حي بيتكون من 7000 قطعه ارض، فيها طبعا 12% مناطق خدميه، وفيها طبعا منطقه خاصه بالقوات المسلحه ومنطقه خاصه بهيئه الرقابه الاداريه، وفيها مناطق خدميه، وفيها هيتعمل ان شاء الله مدارس، وهيتعمل مساجد. تمام. وهيتعمل فيها مدارس، في تم تخصيص بالفعل بعض المنشات التعليميه وبعض المنشات الخدميه، والمسجد الكبير فيها، وكمان كنا بنتكلم برضه على خطه التملك الامن داخل حي ابطاون، يعني برضه عايزين ناخد نبذه عنها. تمام. هو طبعا التملك ما فيهوش اي مشكله، تملك امن جدا عن طريق جهاز المدينه، كل مالك بيمتلك قطعه ارض بيقدر. تمام. لو عايز يبيعها يجيب اللي هيشتري ويروحوا للجهاز ويطمنوا من على شاشه الحاسب الالي في الجهاز ان الارض سليمه وانها تمام ما فيهاش اي مشكله. طب معاك الباشمهندس معاك الباشمهندس عيد، هو بقى عايز يستفسر من حضرتك عن بعض الحاجات كده في حي ابطاون،
اتفضل يا باشمهندس. مفيش اي مشكله. هو اتفضل اتفضل يا باشمهندس. اهلا وسهلا، اخبار حضرتك يا دكتور احمد؟ الحمد لله كله احنا عارفين ان حضرتك من الملاك اللي هم ملمين بكل معلومات اب تاون. والله انا من الملاك القديم شويه، عامل مجهود كبير جدا وانا متابع كل مجهودك، ربنا يبارك لك يا رب. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك يا باشمهندس. الله يكرمك. طبعا انت حضرتك عارف طريق مجدة، محور مجدة اللي هو ده هيختصر الطريق من الحصري لغايه ما يوصل اب تاون خلال 10 دقائق. الطريق ده عند حضرتك اي معلومات هيخلص امتى مثلا؟ الو دكتور احمد، دكتور احمد الظاهر الاتصال الاتصال قطع في دكتور احمد. كنا عايزين نتكلم يا باشمهندس عن انت شايف ان حي اب تاون ده هيبقى هيمثل نقله حضاريه في المدينه، في مدينه اكتوبر الجديده؟ طبعا يا فندم، لان هو دلوقتي عامه بالنسبه لنا اميز حي موجود في اكتوبر الجديده حي اب تاون. تمام. احنا قبل كده شرحنا اللي احنا عندنا في اكتوبر القديمه اراضي، اغلبيه الاراضي اتبنت. تمام. والموله خلصت، يعني في قرعه 2007 دي طبعا التوسعات الشماليه دي كلها اتبنت وناس سكنت، فخلاص شبه الاراضي فيها ايه؟ قليله. وفي منطقه المسلسلات قرعه 2016 تمام و2017 اللي هي طريق الفيوم دي اتسلمت وبدات الناس تبني. طيب تمام. دلوقتي المستثمرين هيشتغلوا فين؟ اللي عاوز يسكن هيشتغل فين؟ لان تمام. الاسعار داخل اكتوبر الجديده القديمه رفعت بطريقه غريبه. هو هل يطلق على حي اب تاون ان هو حي النخبه؟ طبعا هو في يعني يعتبر من ارقى احياء اكتوبر. تمام. يعني ملك معظمه يسكنوا النخبه، النخبه في مصر. هل طبعا الكلام ده صحيح ولا مفيش في مكان للشعب بقى؟ لا هو حضرتك طبعا كل الملاك معانا اتصال تاني ومداخله. الو ايوه معلش الخط قطع. انا دكتور احمد معانا تاني. ايوه يا فندم. ايوه دكتور معاك المهندس عيد. مبارك يا دكتور. باشمهندس عيد كان بيسالني على طريق محور مجدة. تمام. طريق محور مجدة ده احد الطرق اللي بيوصل لحي اب تاون، وهو بيبعد عن الميدان الرئيسي للمدينه، مدينه 6 اكتوبر، هو ميدان الحصري، هو اشهر واميز ميدان في مدينه اكتوبر، لكل السكان هناك عارفين الكلام ده، هو يبعد عنه حوالي 13 كيلو. فطبعا في طريق بيتعمل امتداد مدينه 6 اكتوبر القائمه علشان يوصل لمدينه 6 اكتوبر الجديده، علشان يمشي بخط 35 كيلو بطول مدينه 6 اكتوبر الجديده لحد ما يوصل لحد المنطقه الصناعيه واخر حدود المدينه. والطريق ده طبعا دلوقتي ما ينفعش نسفلته دلوقتي حالا، لان في مشروع هناك بيتعمل دلوقتي حالا، هو مشروع المونوريل، المحطه النهائيه على 85 فدان، شركه المقاولين العرب شغاله في المونوريل. فطبعا الطريق ده بيتقاطع مع المحطه النهائيه اللي هي مساحه 85 فدان، فلو الطريق ده اتسفلت دلوقتي هيحصل اعمال انشائيه تتعارض مع مشروع المونوريل، وبالتالي الطريق ده مؤجل تنفيذه. وكمان طريق ثاني بيوصل لمدينه اكتوبر الجديده ويوصل لحي اب تاون اسمه طريق الدائري الجنوبي. الطريق الدائري الجنوبي بيبدا من اول حي الاشجار من جنوب مدينه اكتوبر، من جنوب حي حدائق اكتوبر، بيوصل لحد مشروع باديه بالم هيل اللي هو قريب جدا من حي اب تاون، وبيدور بناحيه الغرب باتجاه شرق حي اب تاون. برضه الطريق ده يعني مرشح ان هو يتكفلت ويتجدد ويكمل بعد انتهاء اعمال المونوريل، بالاضافه للطريق الثالث اللي هيكون من وسط دهشور الشماليه، هيدخل في منطقه زايد الجديده من ناحيه الشرق، هيوصل برضه لحي اب تاون. وطبعا حي اب تاون مميز جدا ان هو بيقع جنوب طريق الدائري الاوسطي، ومدينه اكتوبر الجديده بالكامل عباره عن مربع يتوسط طرق رئيسيه جدا في هذه المنطقه، شمالا بيحطها من الشمال طريق محور الضبعه، ومن الجنوب طريق الفيوم، ومن الشرق طريق الدائري الاوسطي اللي وصل بالعاصمه الاداريه وكل المدن الجديده، ومن الغرب الطريق الاقليمي اللي بيوصل طبعا لكل محافظات مصر. فهو هي موقعها موقع ممتاز، موقع استراتيجي جدا، والتملك هناك بطريقه امنه جدا، ولا زالت الاسعار معقوله ومقبوله حتى الان. لكن طبعا الاسعار كام يا دكتور احمد في المنطقه دي؟ نعم الاسعار والله هي اسعار الدوله محدداها، اختار التخصيص الخاص بيها، وهو سعر تفعيل الدوله لا زال زي ما هو موجود. مفيش ارتفاعات، مفيش اوفر، لان طبعا في خطوات كثيره بتتعمل على ارض الواقع، زي المرافق بالكامل، زي الكهرباء والطرق. طب هل هو حي نخبوي زي ما بيقولوا؟
والله هو يعني يقبل كل اطراف المجتمع. بس احنا عايزين ننفي السمعه دي عنه ان هو حي نخبوي يعني مخصص للنخبه بس فقط، فكنا عايزين حضرتك توضح لنا مدى صدق المقوله دي. هو حي فيه خصوصيه رائعه. ليه؟ لان تمام. هو اولا هيكون محاط بسور شجري من 3 جهات، وده تم مراعاته جيدا عندما قامت شركه المقاولات اللي بتنفذ المناطق بعمل شبكات ري. شبكات ري للسور الشجري على اساس ان هيكون في سور شجري دائم، يعني يروى زي ما بيقولوا بحنفيه واحده، تروي 18 كيلو، كل ضلع 6 كيلو متر سور شجري. مع 9 بوابات معمولين بكروت الكتروني، فالكروت الممغنطه واللي اوريدي فعلا دلوقتي الدخول للموقع بهذه الكروت الممغنطه. وفي كمان شركه مسؤوله عن خدمات الحي، هتقوم بعمل تشكيل كامل لكل الحي ولكل يعني أمان، امان مطلق، امان مطلق يا دكتور احمد داخل الحي ان شاء الله. طبعا امان مطلق داخل الحي تأمين. وامان يعني مطلق بهيئه تكنولوجيه حديثه للامان يعني. اكيد طبعا، تطبيق كل المعايير التكنولوجيا على الحي، نظم تكنولوجيه للمراقبه بالكاميرات وكل شيء، يعني زي ما نقلش عن اي كومباوند. بالعكس، هي نسبه المباني تعتبر بالنسبه مقارنه للمناطق السياحيه نسبه مباني منخفضه 38%. تمام. ده معناه ان المساحات الخضراء هتكون اكبر، والعماره الواحده 622 متر 3 ادوار بس، ارضي واول ودور وتاني. ده معناه ان العماره الواحده هيسكنها 6 اسر فقط. تمام. وفي جراج تحت الارض مخصص ل10 سيارات. فطبعا كل المشاكل اللي موجوده في القاهره القديمه والمشاكل اللي شفناها طول عمرنا هتختفي. هيكون فيها طبعا مناطق للانتظار، هيكون فيها لاند سكيب، هيكون فيها كل شيء جميل ان شاء الله. تمام. وغير كده كمان ان موقع المدينه، موقع حي اب تاون، مرتفع عن سطح الارض 170 متر، ده معناه ان الهواء هيكون نقي، وهي قريبه من منطقه النواحي الجهات الساحليه ناحيه الاسكندريه. الهواء النقي بيجي من جهه الشمال طبعا، بيبقى على ارتفاع عالي، فالجو هيكون كويس ان الانسان يقدر يسكن في بيئه نقيه فيها اكسجين وهواء نقي. هو دكتور احمد طبعا لما بنبقى واقفين في اب تاون بنبقى شايفين اكتوبر القديمه تحتينا، يعني اب تاون اعلى نقطه مرتفعه يعتبر في اكتوبر كلها الجديده والقديمه. وبرضه في عندك المطار الناحيه الثانيه طريق الواحات. فعلا في مطار. مطار فعلا. القرار الجمهوري حتى لما طلع كنا معتقدين ان المنطقه دي هيكون فيها منطقه سكنيه وان المطار يتلغي، لكن القرار احتفظ بالمطار. ليه بقى؟ علشان ممكن في المستقبل توسعات المدينه تحول لمطار دولي زي مطار سفنكس اللي موجود في مدينه سفنكس. تمام. فده يؤدي لان طبعا يسرع حركه ال يعني هيبقى حي مميز يعني. هتكون طبعا يعني بتتخطط المدينه بطريقه ذكيه بحيث تكون مدينه متكامله، وينتهي عصر بقى المدن النائيه اللي هو الانسان اللي يروح يسكن هناك ما يعرفش يجيب طلباته، ما يعرفش مواصلاته، لا كل ده متراعي. يعني موضوع وزاره النقل مراعيه مع وزاره الطيران المدني، مع مشروعات النقل ومشروعات الاقتصاديه زي الميناء الجاف اللي هيكون طبعا ليه علاقه بالقطار السريع. القطار السريع دلوقتي هيوصل ما بين العين السخنه والعالمين كمرحله اولى، والمرحله الثانيه هيوصل لحد مرسى مطروح، والمرحله الثالثه من اكتوبر لحد اسوان. فمعنى كده ان القطار السريع بينقل البضائع من المواني وبيسرع باجراءات التخليص الجمركي في المواني الجافه، واول ميناء جاف موجود في مدينة أكتوبر الجديدة بجوار المنطقة الصناعية، فهتكون عاصمة اقتصادية. تمام. فليها أهمية استراتيجية كبرى طبعا. الموضوع تمام. ده هيخلي سرعة نقل البضائع أسرع وسرعة التخليص الجمركي أسرع، وده هيفيد طبعا. شكرا شكرا يعني شكرا يا دكتور أحمد عمر، احنا متشكرين جدا لحضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا يا فندم. الله يبارك فيك. الله يخليك يا فندم. شكرا. باشمهندس سعيد، كنا بنتكلم عن مدينه الحي اب تاون. هو الدكتور احمد استعرض انه هيكون حي متميز داخل مدينه اكتوبر الجديده، فهل شايف حضرتك ان الحي ده هيمثل نقله نوعيه يشجع الناس بعد كده ان هي تقدم وتسكن فيه؟ هو يا فندم برضه في مزاد حصل، وفي مدارس بالفعل مستثمرين خدوها. تمام. وسناطر تجاريه واماكن تجاريه، يعني بالفعل في كل مجاوره بيبقى في مركز الحي. تمام. اللي هو عبارة عن حضانة، مدرسة، سنتر تجاري، مسجد. تمام. منطقة صحية، بريد، يعني
كل مجاوره حضرتك طبعا احنا ورينا الخريطه شفنا الخريطه فهتلاقي الحتت اللي هي ما فيهاش اراضي دي متخصصه حتى في اكتوبر القديمه كل حي ليه الخدمات بتاعته فبالفعل المدارس اتباعت يعني حاجه بصراحه يعني سريعة الحي اتباع الحي اتباع قبل ما اتباع والمدارس ده معنى كده ان هو حي متميز وفيه خدمات كتير يا فندم ده الحي القرعه بتاعه اب تاون كانت 2018 ما كانش فيه اكتوبر جديده ما كانش فيه اي حاجه نزلت قرعه الجهاز نزل قرعه في 2018 تمام يعني اكتوبر دي والمحاور اللي اتعملت والمرافق اللي انت شفتها في 7000 قطعه ده انجاز ده دليل اللي هي منطقه مميزه عايزين يخلصوها وكل المحاور الرئيسيه تبدا من عندها من عندها احنا ان شاء الله في الحلقه الجايه يا باشمهندس يكون معانا خطه تسليم الاراضي في المدن الجديده ان شاء الله حضرتك وعدتنا بيها عشان برضو الساده المشاهدين اللي بتابعونا من خلال برنامجنا هنا تحيا مصر والفقره الخاصه بتاعه مستشارك العقار اللي حضرتك بتمثلها اللي كنا بنتكلم على اهم الحاجات اهم الـ 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 القطع اللي هيتم تسليمها خلال المرحله الجايه هو طبعا في بدأوا يسلموا حاليا دلوقتي في بيت الوطن تمام. يسلموا في الحي التاسع تمام. وهيبدأوا يسلموا في اسمها بيت الوطن التكميلية الخامسة تمام الأيام اللي ده جاية ده في اكتوبر الجديدة ولا اكتوبر القديمة؟ لا اكتوبر القديمة اكتوبر القديمة ما هو بص حضرتك احنا قلنا اكتوبر القديمة خلاص الأراضي فيها خلصت هم دلوقتي بيسلموا آخر أراضي موجودة اللي هي بيت يعني الوطن يعني كل الشغل دلوقتي على اكتوبر الجديد بيت الوطن تمام بيسلم ومسلسل ثلاثة والمسلسلات طريق الفيوم بتسلم جزء السلم وجزء دلوقتي بيسلم فخلاص كده دي آخر أراضي موجودة في اكتوبر القديمة وعلى فكرة هي لسه بتسلم وشبه اتباعت الأراضي للمستثمرين تمام فاللي موجود يعني ما فيش شبه شهرين ثلاثة بالظبط وأنا بقولها والكلام دوت يعني حضرتك ان شاء الله هيبقى معانا اللي مش هيبقى فيه اساسا اراضي في اكتوبر القديمه كل الشغلات في اكتوبر الجديده خلاص كله في اكتوبر الجديده حضرتك ان شاء الله الحلقه الجايه يكون معانا اللي هو الخريطه الكامله او القرعه مناطق التسليم التاريخ المنطقه اللي هتسلم فيها مواعيد كل ده هيكون معانا ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله هيكون في جدول للاستلامات تمام وفي برضو اراضي هتطرح ان شاء الله الشهر اللي احنا فيه ده شهر 2 في اكتوبر الجديده في اكتوبر او ما فيش غير في اكتوبر الجديده انا طبعًا. توقعاتي يعني حضرتك كم قطعه مثلا هيطرحوا كده هو متوقع كم قطعه هو ومثلا متوقع المساحات والاسعار هي معروفه المساحات من 400 ل 600 تمام كم قطعه ممكن يعني لسه ما نزلش بالظبط بس ممكن يكون 1000 قطعه 2000 قطعه في الحدود دي الاسعار معروف ما فيش سعر هيقل عن 4000 تمام بيبدا من فوق ال 4000 لان احنا اخر قرعه نزلت قدام المطار بعد حي اب تاون تمام ب 4000 المتر 4150 غير نسبه يعني بنسبه التميز توصل 4500 4300 تمام المتر. يعني ده ان شاء الله يكون معانا الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله باشمهندس سعيد نورتني وشرفتني يا فندم وان شاء الله التقي بحضرتك الحلقه القادمه اعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا من برنامجكم تحيا مصر والى اللقاء في الحلقات القادمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.